ينضم إلينا من عدن مراسلنا ياسين الرضوان، ومن واشنطن إياد الجغبير. مرحبا بكم، أبدأ معك ياسين لتضعنا في صورة الوضع في البحر الأحمر عند باب المندب وهذا التحشيد العسكري هناك. نعم سامي، دعني أبدأ بداية من لقاء الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبد السلام بوزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان لمناقشة القضايا المشتركة حسب قولي، ولكن نحن ننظر إلى هذا اللقاء بأنه إما محاولة في التصعيد أو محاولة في جعل الصراع تحت قواعد اشتباك لا يخرج عليه، وبالتالي السيطرة على هذا الصراع في هذه المنطقة، لأن هنالك تصريحات برزت بشكل كبير لبعض قيادات الحوثيين، لا سيما اللواء القائد أو اللواء الساحل أو مسؤول اللواء الأول في الساحل الغربي وفي الحديدة، وهو محمد القادري، والذي تحدث بأن الرد وأنهم لن يتنازلوا عن شهداء أرواح الشهداء، وأن الرد آت لا محالة وفي وقت قريب وبسلاح مناسب وكذلك بهدف مناسب. وهذا اللواء هو يعد المسؤول على القوات البحرية في منطقة الحديدة الاستراتيجية التي تطل على البحر الأحمر، وكانت أيضا المصادر تحدثت في وقت سابق عن قيادات بارزة تتقادم من صنعاء ومن عمران ودمار باتجاه محافظة الحديدة، وعقدوا اجتماعا درسوا فيه سبل الرد على الحادث الأخير الذي تسببت به مروحيات أمريكية وأقرقت 3 قوارب ومقتل 10 من أنصار الحوثي ومن أفراد الحوثي. هنالك أيضا انعقاد هيئة علماء اليمن في مناطق سيطرة الحوثي، أصدر بيانا يدعو إلى الوحدة وإلى الالتفاف على جماعة الحوثيين والرد على هذه الهجمات التي قال أنها مستمرة في البحر الأحمر، وقال أنهم أيضا لن يتنازلوا على ضرورة الالتحام وأنها مسؤولية المنطقة، بينما تتحدث بعض المصادر عن توافد أيضا أو نقل عمليات الأسلحة من مناطق في صنعاء والمناطق المحاذية لها باتجاه ونقل العديد من الصواريخ المتوسطة وطويلة المدى والكاتوشات، أيضا تحركت في باتجاه محافظة الحديدة لتدارس عمليات الرد مناسب، وإذا ما خرجت الأمور عن السيطرة بأنهم سوف يردون. وأيضا تتحدث بعض المصادر على أن الرد وضع بعض القواعد الأمريكية في المنطقة إذا ما خرج الصراع على نطاق السيطرة. نعم. وهنالك أيضا محاذير مراقبون يتحدثون على أن إيران دفعت بهذه المدمرة والسفينة الحربية لمحاولة إيقاف الحوثيين ومحاولة تهدئة الوضع حتى لا يشتعل الصراع في هذه المنطقة، ويقول المراقبون أن الصراع لن ينجح فيه أحد ولن يستفيد منه أحد، سواء الحوثيين أو حتى أمريكا وبريطانيا التي هددت بشن إجراءات مناسبة وضربات لجماعة الحوثيين. سامي، نعم، وعلى ذكرك واشنطن ياسين، أذهب إلى إياد الجغبير في واشنطن وأستطلع منه آراء مراقبة الولايات المتحدة الأمريكية لدخول المدمرة الإيرانية ألبرز إلى البحر الأحمر، كيف تتفاعل الإدارة الأمريكية مع ذلك؟ نعم سامي، إلى الآن ليس هناك رد بعد هذا التصرف ودخول المدمرة إلى البحر الأحمر، لكن البيت الأبيض بالأمس كان واضحا وقال على لسان المنسق العام للاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بأن الولايات المتحدة لا تريد الذهاب إلى صراع مع الحوثيين، لكنها تريد الحفاظ على الأمن القومي الأمريكي وحفظ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك الحفاظ على الاقتصاد العالمي والملاحة في منطقة البحر الأحمر. هذا هو موقف البيت الأبيض، لكن في هذا الموقف وفي هذا التصريح البيت الأبيض ترك الباب مفتوحا لكافة الخيارات في المستقبل، لكن البيت الأبيض حريص كذلك على عدم المساس بأي سفينة تمر في منطقة البحر الأبيض وضمان سلاسة مرور سلسلة كافة البواخر في هذه المنطقة. لذلك ننتظر المزيد من التصريحات والبيانات والاستوضاحات من البيت الأبيض خلال الساعات القادمة أو الأيام القادمة، لكن هذا هو التصريح الوحيد الذي صدر عن البيت الأبيض خلال 24 ساعة الماضية.
إليك شكرا سامي. جزيلا لك مراسلنا إياد الجغبير من واشنطن، وأشكر مراسلنا من عدن ياسين الرضوان.